السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، اليوم سوف أتكلم عن رؤية كثير من الرجال والنساء يرونها في أحلامهم، وهي رؤية الشعر الطويل. طبعا أنا ذكرت على القناة أكثر من 4 أو 5 فيديوهات عن رؤية الشعر وحلاقة الشعر وقص الشعر والشعر الطويل إلى آخره. النهاردة جمعت بعض الرؤى الخاصة عن الشعر الطويل فقط. فحابب أنبه في البداية، وطبعا أنا بعمل الكلام ده في كل فيديو، لما أكون مثلا بعمل فيديو له فيديوهات كتير على القناة. الكلام النهاردة عن الشعر الطويل فقط، بعض الرؤى اللي ما ذكرتهاش قبل كده. فلو عندك حلم خاص بالشعر ارجع للأول للقناة واكتب في البحث وشوف الحلم بتاعك يتماشى مع أنهي عنوان، واكتب العنوان لو طلع لك الفيديو خلاص. إنما لو كتبت أي رؤية خلاف رؤية الشعر، أي أنواع شعر، الباروكة، مش عارف إيه، مش هرد عليها. ارجع للأول، لما ما تلاقيش حلمك في الفيديوهات السابقة 5 أو 6 فيديوهات ابقى اكتب اللي أنت عايزه. أول علامة معانا في رؤية الشعر تفلية الشعر في المنام. هذه الرؤية تدل على الوقوف على عيوبك، الوقوف على عيوبك. عندك عيوب واكتشفتها ووقفت عليها، هنا تبدأ تصلح من نفسك، رؤية تفلية الشعر. طيب الرؤية الثانية اللي بعد كده، رؤية المرأة لبعض الشعيرات البيضاء في شعرها. هي في الحقيقة شعرها اسود، وشافت في المنام شعرها اسود بس في بعض الشعرات البيضاء، او شعرها ابيض وشافت في المنام ان شعرها اسود وفيه بعض الشعرات البيضاء، مش فارقه. هذه الرؤية تدل على ان زوجك رجل لعوب ينظر الى النساء وربما يكلم بعض النساء. رؤية المرأة للشعر الأسود الطويل وفيه بعض الشعرات البيضاء. طيب الرؤية اللي بعد كده، رؤية الشعر الطويل باللون الأسود. يعني إيه؟ يعني لو كان الشخص في الحقيقة شعره أسود وشافه في المنام بس أطول من الحقيقة، هو أسود هنا وأسود في المنام لكن أنا شفته أطول. لو أن الإنسان في هذه الرؤية مهموم، هذه الرؤية تدل على عدم الاستقرار، مع أن الشعر طويل وباللون الأسود، لا تدل على عدم الاستقرار، عدم الاستقرار الأسري في البيت. وإلا فإن الرؤية تعتبر محمودة وتدل على الاستقرار الأسري. يعني إيه وإلا؟ يعني في الطبيعي أنا مش مهموم ولا حاجة وشفت الرؤية دي، الرؤية دي تدل على الاستقرار الأسري. شفت الرؤية دي وأنا في الحقيقة عندي هموم ومشاغل ومشاكل، هنا تدل الرؤية، تعكس الواقع اللي انت عايش فيه، عدم استقرار. طيب الرؤية اللي بعد كده، رؤية المرأة الحامل للشعر الطويل الجميل. هذه الرؤية لها علاقة بنوع الجنين، أن الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى. شوفوا جماعة، الشعر الطويل له دلالات كتيرة جدا. أحيانا يدل على طول العمر، وأحيانا يدل على كثرة الديون، وأحيانا تدل على الأنثى، وأحيانا يدل على الذكر، وأحيانا تدل على كثرة الهموم، وأحيانا العكس، زوال الهموم، وأحيانا تدل على العزة والكرامة. إمتى الكلام ده يحصل؟ تتحقق هذه الأشياء ببساطة. يدل على طول العمر إذا كان الشعر الطويل جميل ومنظره يعني في أحسن هيئة، أنت مبسوط وأنت شايف الشعر الطويل الجميل ده، هنا الرؤية تدل على طول العمر. ومعنى طول العمر، لما بيجي معايا كلمة طول العمر مش معناها أنت عمرك 30 سنة لما تشوف الرؤية هيبقى 60، أبدا أبدا. إنما معنى الكلام ان انت مكتوب عند الله عمرك طويل، ودي بشارة، انا بقول لك ان انت عمرك عندي مكتوب طويل. انما 30 ولما تشوف رؤية 60، لا الكلام ده يبقى كلام فارغ، محدش يقول بالكلام ده،
طبعا انا بوضحها عشان ما حدش يفهمها كده. فامتى يدل الشعر الطويل على طول العمر؟ حينما يكون جميلا وتستشعر في المنام انت مبسوط وانت بتنظر لهذا الشعر الجميل، او ان شعرك كذلك. ويدل على الديون اذا كان مجعدا وقبيحا، شعر مجعد ملفوف على بعضه وملبت وشكله وحش وقبيح، هنا هذه الرؤية تدل على الديون، كثرة الديون. وتدل على البنات رؤية أو الذكور، الرؤية دي تبقى خاصة للمرأة الحامل، زي ما أنا لسه ذكر دلوقتي الشعر الطويل الجميل يدل على الذكور، وأحيانا يدل على الإناث. وإمتى يدل على زوال الهموم؟ عندما يكون الإنسان عنده بعض المشاكل تدل على زوال الهموم، لما أشوف الشعر الجميل. زوال الهموم، زوال المشاكل. إمتى يدل الشعر الطويل على العزة والكرامة؟ لما يكون ناعم زي الحرير. وأنا في الحقيقة مش كده أصلا، يعني أنا أشوف شعري أفضل من شعر الحقيقة بمراحل، شايفه ناعم زي الحرير. هنا الرؤية تدل على العزة والكرامة. آخر حاجة معانا، وهي رؤية الشعر الطويل بأنه يكون مجعد للرجل، دي بعض العقبات وبعض الصعوبات التي سوف تقابله في حياته في الفترة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى تزول هذه العقبات. دي كانت بعض الرؤى عن رؤية الشعر الطويل مع اختلاف الرؤى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.